كلمة a lot of أو a lot of وحين بنقول عليها lots of كلمة بمعنى الكثير من وبنستخدمها عشان نوصف بيها حاجات كتير. بس الكلمة دي لها برضو الكثير من البدائل اللي احنا لازم نتعلمهم في الفيديو بتاع النهاردة. A lot of alternatives. يلا بينا. هنبتدي الاول بالبدائل الانفورمال اللي تقدر تستخدمهم في مواقف لحد ما غير رسمية. واول بديل معانا هو tons of. ton يعني طن وtons يعني اطنان. فtons of يعني اطنان من او الكثير من. example, she has tons of money. يعني هي عندها الكثير من الاموال, اطنان من الاموال. she has tons of money. عندنا كمان بديل تاني هو loads of. loads of زي I have loads of friends. انا عندي صحاب كتير. I have loads of friends زي a lot of friends بالضبط. عندنا كمان heaps of. heaps of okay. we have heaps of time. عندنا وقت كتير, مش عارفين نوديه فين بصراحة. we have heaps of time. رابع بديل معانا a great deal of. زي مثلا ما اقول لك انا محتاج مساعدة كتير. I need a great deal of help. I need a great deal of help. نخش بقى على البدائل الفورمال او الرسميه, واول بديل معانا هو plenty of. لو عاوز تقولها بسرعه اقول plenty of. عاوز مثلا اقول انا اشتريت هدوم كتير. I bought plenty of clothes. I bought plenty of clothes. عندنا كمان plethora of. plethora of. مثال there is a plethora of books. يعني في كتب كتير. there is a plethora of books. عندنا بقى بديل كمان formal قوي كده اسمه abundance of. abundance of. خلينا اديك مثال. عاوز اقول المانيا عندها عربيات كتير او وفرة في العربيات. germany has an abundance of cars. germany has an abundance of cars. اخر بديل معانا النهارده هو myriad of. myriad of. عاوز اقول مثلا هم عندهم افكار كتير. they have myriad of ideas. they have a lot of ideas برضه. they have myriad of ideas. يبقى بطل تقول a lot of وتعلم بدائل ليها. بشوف احيانا في التعليقات بتاعت سلسله البدائل ان في ناس بتقول لي طيب ما هو ده بديل سهل ومش عارف ايه. صدقني انت لو عندك امتحان دولي او عشان تبان لبق في الانجليش لو فضلت تقول كلمه واحده وما تقولش غيرها هتاخد دايما سكور قليل جدا ومش هتبان انك فلوينت. عشان تبان انك فلوينت في اي لغه لازم تبقى عارف اكتر من بديل لكلمه واحده. فدي نصيحتي ليك, ما تكسلش لو البديل كان اصعب شويه من اللي انت تعرفه. اوكي, thank you and share the video. Bye.